نعم جورج، لا تزال النيران تندلع هنا من مكان الاستهداف في الجناح. هذه النيران التي تندلع كما نرى بعدسة الزميل محمد الدايخ في الطابق الأول، على الرغم من محاولة إطفاء من قبل الدفاع المدني وأيضا بعض الفرق المعنية بهذا الموضوع. قطعت الكهرباء لحظة الوقوع الغارة وشن هذه الغارة من قبل جيش العدو الإسرائيلي. بحسب المعلومات الأولية هنالك صاروخين شنهما جيش العدو، أحد هذين الصاروخين كان من هذه النقطة، والصاروخ الآخر جاء من مكان المواجه لأوتوستراد شارع الماريوت. هنا نحن متواجدون داخل إحدى المباني القريبة من محطة وقناة الميادين، هذه القناة التي كانت أعلنت منذ قليل عن استهداف أحد مكاتبها في بيروت. نتقدم في هذه الأثناء إلى هذا المدخل. أشيع سابقا منذ الساعات القليلة أنه نقطة الاستهداف كانت في الطابق الثاني، الحقيقة أن نقطة الاستهداف جاءت في الطابق الأول. نرى الضرر الكبير في الأسقف. نحاول التقدم قليلا إلى داخل هنا حيث أنا متواجدة، هذا الطابق السفلي، هنا الباركينج يعني موقف السيارات. خلينا نقرب شوي لجوا سريعا. نعم يعني نحاول أن كنا نوثق هذا الاعتداء، ولكن كما نرى الأسقف مهددة بالوقوع، وذلك نظرا لشدة غارة. سمعنا صوت غارة في هذه الأثناء لشدة وصوت الصوت القوي لهذه. نعم نرى أيضا بعض المياه، الجدران من كل الاتجاهات كانت قد وقعت. الضرر الكبير جاء وأيضا الطابق الثاني وأيضا الطابق الثالث. المكان المستهدف مقابل السلطان إبراهيم، هنالك قرابة 6 سيارات إسعاف قدمت وحضرت إلى هنا. منذ قليل كنا قد رأينا كل هذه سيارات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تعمل حتى هذه اللحظة، وبعض من المتطوعين من الأهالي يعملون في فتح الطريق، يعملون أيضا في إخلاء هذا المكان. منذ قليل كان مأهولا هذا المبنى بالسكان. الطابق الرابع كنت أرى فيه بعض السكان كانوا قد نزحوا بسرعة من هذا المكان، وبحسب المعطيات الأولية كان فريق الدفاع المدني قد انتشل جثة. يعني إن شاء الله نكون غلطانين، ولكن كان في لربما يعني الحديث وبعض المعلومات عن هذا الموضوع. أيضا كنا نسمع بين الحربي يحلق بشكل كبير هنا في هذه النقطة، بين حين وآخر الدمار الكبير في هذا المكان. ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة الجناح، شهدنا على مجزرة بكل ما للكلمة من معنى قرابة 30 شهيدا قبل يومين في منطقة الجناح. لنتقدم قليلا لنرى محمد لو سمحت. أيضا يعني هنالك ألسنة النيران لا تزال تندلع في هذا المكان. هنا هذا هو مدخل هذا المبنى السكني، إنه حي سكني فيه مبان قريبة من بعضها، مبان متلاصقة. قوة وعصف هذه الغارة لربما جاءت من مسيرة، لأنه في استهداف لشقة الطابق الأول. هذا الطابق الذي اقتلعت، كأن جدرانه اقتلعت من مكانها. أيضا الضرر كما نرى في الطابق الثاني. الطابق الثالث أقل ضررا ولكن لم يعد صالح للسكن. أيضا كان في هنالك طوق أمني من قبل يعني مخابرات الجيش منذ قليل. أيضا المباني الملاصقة
كانت قد تضررت بشكل كبير. فينا بس بدي أقرب بس لهون لو سمحت، بس ما فيني أقرب. أوكي، يعني يقولون أنه هنالك بعض المواد التي قد تشتعل، مازوت بالأرض ممكن يولع بأي لحظة، لأنه حتى نستطيع نعم تحاول آليات، يعني إحدى الآليات الجرافة تحديدا التقدم لإزالة الردم عن الطريق ولفتح إعادة فتح هذا الطريق. جسر الماريوت كان مقفلا بالطريقين المؤدية إلى الأوزاعي وأيضا المؤدية إلى بيروت. هذه نرى أيضا القليل من الدخان الذي يتصاعد في الشقة من الطابق الأول تحديدا، تضررت بشكل كبير جدا حتى جزء من سقف هذه الشقة هو يعني مهدد بالوقوع بشكل كبير. الكهرباء لا تزال مقطوعة، يعمل بعض يعني من أهالي المتطوعين وبعض فرق الإنقاذ والتقنيين في هذا المجال بالكهرباء، يعملون جميعهم لإعادة الكهرباء إلى هذا المبنى. أيضا المبنى الملاصق لا يزال حتى هذه اللحظة دون كهرباء، وذلك لأنه حين وقعت وشن جيش العدو الإسرائيلي هذه الغارة، شدة وقوة عصف هذه الغارة كانت قد قطعت الكهرباء. هنا إحدى الصيدليات، هذا ما إن يمثل فهو يدل على التعدي على القطاع الطبي أيضا وليس فقط على المواطنين. نذكر أنه لم يكن هنالك أي إنذار من قبل جيش العدو الإسرائيلي مطلقا لهذه الغارة. نحاول أن نتقدم، يعني هنا لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق في الطابق الأول والنيران. نحاول التقدم محمد لو سمحت من الجهة المقابلة لنرى قوة وعصف هذا الصاروخ الذي وقع من الناحية الأخرى. إذن هذا المكان قريب من قناة الميادين أيضا ومن مبناها الأساسي. نرى شدة الدمار، هنا أيضا الحجارة التي وقعت من هذه زاوية أخرى من مكان الاستهداف. هنا لربما تبدو أوضح بشكل نرى الجدران كيف هي مفتوحة، وقعت كل هذه الجدران على الأرض، حتى الأسقف الأرض مهددة بالوقوع. هذا هو الطابق الأول، أما الذي بأسفل هذا الطابق فهو الباركينج، باركينج السيارات. نتقدم قليلا بعدسة الزميل محمد الدايخ. هنالك تضرر لبعض السيارات كما نرى، هنا تضرر لإحدى الشاحنات وأيضا هذه سيارة. نعم كما نرى أيضا السيارات المحيطة. إذن زهراء، نقطة الاستهداف هي بالقرب من حديقة الإمام الرضا. نعم 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 زهراء، إذن عاينا معك مكان هذه الغارة التي استهدفت إحدى الشقق السكنية في الجناح.